سلمتك بدالله من ألحان الموسيقار كاظم الساهر، وغناها كذلك الفنان الرائع جورج وسوف، هي في مقام بياتي على الصول، والبياتي على الصول للتذكير بهذا الشكل. والبياتي على الصول يتكون من لا بالربع تون والسي بيمول والمي بيمول، لا بالربع تون، سي بيمول والمي بيمول كعلامات في السلم الموسيقي. الآن سنأخذ إيقاع بلدي على سرعة 124 ونعزف المقدمة الموسيقية، ثم نشرحها بالنوتة الحرفية البطيئة. هذه المقدمة الآن سنشرحها بالنوتة الحرفية البطيئة. طبعا بداية يكون الصولو بالأكورديون أو صوت الأورغ، سولا سي سولا سي دو سي سولا سي دو سي دو لا سولا سول سي سولا سول سي سولا سول سي دو لا سولا سول. نعيد، سولا سي دو سي سولا سي دو سي دو لا سول لا سول سي سول لا سول سي سول لا سول سي دو لا سول لا سول. ثم صوت الناي، غي غي مي فا مي غي مي غي دو غي دو غي دو سي دو غي دو فا غي دو دو سي دو سي لا سول لا سي دو غي دو مي غي فا مي سول فا مي غي دو سي دو سي سي لا لا سول سول. نلاحظ عند الوصول هنا إلى المي في المرة الأولى نعطي المي بالربع تون، يعني نضيف المي بالربع تون، ثم في الرجوع المي بيمول. نعيدها بالكامل جات، غي مي فا مي غي مي غي دو غي دو غي دو دو غي دو دو سي دو غي دو فا غي دو دو سي دو سي لا سول لا سي دو غي دو مي غي. هنا مي غي ري دو مي ري فا مي سول فا مي ري دو سي دو سي سي لا لا سول سول. ثم سول 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 سي سول 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 فا ري سول 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 سي سول سول سي لا سي دو سي دو ري دو ري 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 مي فا مي فا سول. طبعا هذه تكون سريعة فقط، أنا يعني أعطيتها بطريقة بطيئة. طبعا الأغنية هي أسرع من هذا، فقط أنا يعني أبطأتها لكي تفهم أكثر. فنتمنى تكون هذه الحلقة يعني مبسطة ومفهومة، وانتظرنا إن شاء الله في حلقات أخرى. إلى اللقاء.